القصة قربت تخلص خلاص، بس نيجي بقى لأهم جزء. حسين النشار الدنيا قلبت عليه، سافر بره مصر، قال لك تعالي معايا يا جيجي. انت بقى طلعتي اذكى من الكل، اذكى من الثلاثه، اذكى من حامد، اذكى من حسين، اذكى من صادق. خدتي من حسين فلوسه اللي هي مش كتير، بعتي حامد النشار اللي هو اصلا زقك على صادق اخويا الله يرحمه عشان تعرفي اسراره، لفيتي على صادق، اقنعتيه ان انت بتحبيه وان انت اهم ست في حياته. اتطلقتي من حسين بورقه الجواز العرفي بعد ما انت اثبتتي ان هو عليه احكام قضائيه. خطة في منتهى الذكاء. انت عارفة يا جيجي ليه ما اتجوزتش؟ عشان الجملة دي، إن كيدهن عظيم. أشهد لك. إيه رأيك في الحدوتة دي يا جيجي؟ على فكرة بقى، صادق كان عارف كل حاجة. كان عارف إني متجوزة حسين النشار، وكان عارف إن حامد النشار بعتني علشان أتجسس عليه. أنا قلت له كل حاجة بصراحة، وعشان كده حبيته. لا بس برافو، اهي دي خطة تانية برضو في منتهى الذكاء. مرضتيش تفضلي في المركب الغرقانة. أصل ليه تفضلي بقى كده بقى مع حسين بفلوسه اللي مش كتير، ولا مع شركة حامد الصغيرة وأنت قدامك إمبراطورية البنهاوي؟ بيرفكت، ذكاء منقطع النظر. سامي، أنت عارف مين اللي أنقذني من الأحكام ورفع قضية الطلاق كمان؟ صادق الله يرحمه. الله يرحمه. صادق بعت ناس سرقوا كل الأوراق والمستندات والعقود اللي تخلي فيه بيني وبين شركة البنيان أي صلة. يعني لو كنت أنا عملت أي حاجة يبقى كمان مثلك الأعلى عملها معايا، ولو كنت بتقول إن أنا ضحكت عليه فهو سرقني مرتين، مرة من جوزي اللي كنت متجوزاه، والمرة التانية من الشركة المنافسة له. الله يرحمك يا حبيبي يا صادق، ده في حاجات كتير قوي انا معرفهاش. خلاص اعتقد بقى ان ولا كلمه من اللي انت قلتها ليها لازمه، اتفضل بقى روح اقعد على مكتبك. لا لا لا، من فضلك انت اللي لمي كل حاجه، عشان انا بجد انا الكرسي ده جاب لي تسلخ، انا عايز اقعد في الكرسي ده. انت باين عليك انك نسيت الاوراق اللي في البنك، الاوراق دي ممكن تهد الشركه دي من اساسها. لا لا، ده انا معايا الله اكبر بقى. معايا عقود الشراكة اللي بينك وبين حسين النشار، اللي هي بالميت كده بسم الله الرحمن الرحيم من 10 ل 15 سنة، تلبسك الجلابية البيضة وانت مرتاحة.